بعد ما تعرفنا على فيديو لوحة المفاتيح وإتقان استخدامها وتفاصيلها، هنتكلم في الفيديو ده عن أساسيات الحاسب الآلي الخاص بمنهاج نيو اي سي ال وتيتشر. هنتعرف على اختصار مهم جدا اسمه اي سي تي، اختصار Information and Communication Technology، وترجمته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعناه ان انا بستخدم التقنيات الرقمية عشان اوصل واخزن وعالج البيانات وانظمها بحيث تكون لها شكل منظم ومفهوم داخل جهاز الكمبيوتر بالاستعانة طبعا بتقنيات الاتصال. اي سي تي سيرفيسز اند يوز، استخدامات الاي سي تي او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على سبيل المثال بعض الخدمات اللي بستخدمها على الانترنت، زي مثلا التعليم الإلكتروني، البنوك الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، نظام الإيميل سيستم إن أنا أبعت وأستقبل إيميل، وكمان أنقل البيانات أو الملفات. كل التقنيات دي بستخدمها باستخدام أو بتندرج تحت خدمات ICT. البنوك على سبيل المثال الإلكترونية، إن أنا بميكن التعامل مع البنوك، بقدر من خلال قعدتي في أي مكان باستخدام الإنترنت أوصل لحسابي في البنك، أعمل فحص للرصيد واطلع عليه، أعمل تحويل أموال، أعمل شراء عبر الإنترنت، لكن بيظل بعض الأمور اللي بتحتاج إني أروح للبنك بنفسي زي إنشاء حساب جديد أو حتى استلام الكاش. في تكنولوجيا الموبايل تكنولوجي، بستخدم الإنترنت على السمارت فونز واللابتوب وبقدر أعمل الاتصالات وبرضو أدخل على الإنترنت من خلال التكنولوجيا الخاصة بالموبايل. أوفيس برودكتيفيتي أبليكيشن، البرامج المكتبية، قديما كنت عشان أستخدم الوورد لازم أثبته على جهازي، أما باستخدام خدمات ICT ما عادش بيستلزم إن أنا أنزل البرنامج أو أثبته على جهازي. باستخدام متصفح انترنت براوزر زي جوجل كروم على سبيل المثال، او موزيلا فايرفوكس، او انترنت اكسبلورر، او اي متصفح انا بستخدمه، او اي مستعرض ويب وامتلك طريقة للاتصال بالانترنت وجهاز، طبعا اقدر ان افتح برامج الاوفيس المكتبية زي الوورد، الاكسل، باوربوينت وغيره، لكن عن طريق الانترنت او زي ما بنسميها ويب بيزد ابلكيشن. التطبيقات معتمدة على الويب، مش معتمدة على جهازي ومش نازلة على جهازي، واخزن ملفاتي فيما بعد على اكاونت او حساب على الكلاود او الدرايف بتاعي. دي التقنيات الحديثة اللي بقدر استخدمها. نظام الكمبيوتر بقى بيكون من شقين اساسيين، المكونات المادية الهاردوير، مكونات الصلبة، والسوفت وير. في طبعا عامل بشري هيومن وير، لكن احنا بنقول التقسيمات الاساسية. الهاردوير مكون بالاساس من انبوت يونتس، وحدات ادخال، ووحدات اخراج اوتبوت يونتس، وستورج ديفايس او وحدات تخزين. البرمجيات او السوفت وير لها برضو تقسيمه، ممكن اقول اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل اللي هو السيستم بتاعي زي الويندوز على سبيل المثال في مثالنا، ابلكيشنز تطبيقات زي الاوفيس او الويب براوزرز متصفحات، والفايلز اللي هي الملفات. هنتكلم بالتفصيل عن كل جزئية، لكن بعد ما نتعرف على أنواع الكمبيوتر، أنا عندي أنواع عديدة من الكمبيوتر زي الديسكتوب مثلا، هو الجهاز العادي بنسميه ستاند ألون أو حتى متصل بالشبكة. الجهاز ده لو كان لوحده بنسميه ستاند ألون، عملناه ضمن شبكة بيكون اسمه نتورك، ضمن النتورك. جهاز آخر ليه شكل مختلف هو اللابتوب، وبنسميه الحاسب الدفتري أو النوت بوك، بيكون جهاز محمول متنقل عليه نفس السيستم او نفس النظام. النوع الاخر اللي هو التاب او التابلت، وده بيكون ملوش لوحة مفاتيح، ممكن استخدم التاتش سكرين او لوحة اللمس لادخال او التعامل مع البيانات او ادخال البيانات، وكذلك ممكن استخدم قلم اللي هو ستايلس علشان اكتب على الشاشة. اشكال الاجهزة مش بس كمبيوتر، سمارت فون بيعد النهاردة عليه سيستم يعتبر كمبيوتر، جهاز زي ميديا بلاير مشغل الوسائط، ده جهاز ممكن بيشغل لي اوديو وممكن فيديو كمان. ديجيتال كاميرا، النهارده الكاميرا
الديجيتال بتقدر تخزن الصور داخل ميموري بداخلها، مفيش فيلم بقى هنحمضه كده. هنتكلم عن أشهر وحدات الإخراج في الكمبيوتر وهي البرينتر أو الطبعة، برينتر ديفايس. في جهاز اسمه بلوتر، البلوتر ده بيطبع لكن على جلد مثلا أو لوحات كبيرة. السكرين أو المونيتور، الشاشة، أشهر وحدات الإخراج وبتتقاس بالبوصة بشكل قطري. عندي كمان جهاز الداتا شو، عرض البيانات أو البروجيكتور، ده من أشهر وحدات الإخراج. كذلك السبيكرز أو السماعات بتخرج لي الصوت من داخل الكمبيوتر، إذا بتعتبر وحدة إخراج. السكانر أو المسح الضوئي، المسح الضوئي من أشهر وحدات الإدخال ودوره عكس الطبعة. البرينتر بتخلي الصورة الديجيتال أو الرقمية اللي على الكمبيوتر بتبقى في إيدي زي ورقية. السكانر لو معايا صورتي ورقة بيدخلها لي داخل الجهاز في شكل رقمي، إذا هو دوره عكس الطبعة، فطبعا وحدة إدخال. من أشهر وحدات الإدخال الماوس، الماوس منها أنواع، منها الليزر والسلكي واللاسلكي وغيره. في ماوس أخرى اسمها تراك بول، كرة التتبع. عندي كمان في اللابتوب التاتش باد بيقوم بدور الماوس. الكيبورد لوحة المفاتيح من أشهر وحدات الإدخال، وفي فيديو بيشرح كل الأزرار. ويب كام أو كاميرا الويب وحدة إدخال لكن بتعرض الصورة على الشاشة، إذا الشاشة في الحالة دي هي الإخراج والكاميرا هي الإدخال. المايك أو الميكروفون من أشهر وحدات الإدخال، وممكن كمان أوجه أوامر للكمبيوتر عن طريق الصوت أو خاصية التعرف على الكلام. في وحدات بتعتبر إدخال وإخراج في نفس الوقت زي التاتش سكرين أو شاشة اللمس. كذلك اليو اس بي فلاش، الفلاشة بقدر أستخدمها أدخل عن طريقها بيانات وأخرج عن طريقها بيانات. كذلك السي دي والدي في دي، كذلك البورت أو المدخل بتاع النتورك أو الشبكة بيدخل بيانات ويخرج بيانات في نفس الوقت. جهاز اسمه المودم برضو بتاع الانترنت بيدخل بيانات ويخرج بيانات. الأجزاء الرئيسية المكونة للكمبيوتر، عندي جزء مهم جدا اسمه البروسيسور أو المعالج أو وحدة المعالجة المركزية، وده ليه سرعة بتتقاس بالهرتز وبيتحدد على أساسه كفاءة الجهاز. كلما كان سرعة البروسيسور أعلى، كلوك سبيد أعلى، بيكون الجهاز إمكانياته أفضل وسعره بالتأكيد بيكون مرتبط بالبروسيسور وسرعته. الرام أو الراندوم أكسس ميموري مكون أساسي من مكونات الكمبيوتر، وهي الذاكرة المتطايرة، البيانات بيتم نقلها إلى الرام عشان تتنفذ، اسمها الذاكرة العاملة. أي ملف مفتوح بيكون موجود في الوقت الحالي في الرام، اسمها البرايمري ميموري. السي بي يو أو البروسيسور عشان يتعامل مع البيانات، البيانات لازم تكون قريبة منه في الكاش بتاعة البروسيسور أو في الرام، لذلك اسمها برايمري ميموري أو الذاكرة الرئيسية. البيانات الموجودة وبيتم معالجتها على الرام بتتطاير أو بتتغير باستمرار بفعل المستخدم اللي عمال يفتح برامج ويقفل ملفات وهكذا. إذا البيانات اللي على الرام بتتغير باضطراد أو باستمرار عشان البروسيسور يقدر يعالجها. لو حبيت أحافظ على البيانات وأحفظها، لأن الرام لا تحتفظ بالبيانات عند انقطاع التيار، لو قفلت الجهاز أو قفلت الباور بتاعه كل البيانات اللي على الرام اللي شغالة في الوقت الحالي بتتطاير. أما لو عايز أحتفظ بيها فبعمل عملية حفظ، معنى مع عملية حفظ نقل الملفات لوسيط تخزيني. وسيط التخزين الأساسي عندي وبنسميه هنا السكندري ميموري هو الانترنال هارد ديسك أو القرص الصلب الداخلي. ممكن أجيب قرص صلب خارجي وأوصله بيو اس بي، برضه بيعتبر وحدة تخزين رئيسية زي الفلاشة طبعا والسي دي والدي في دي، كله متنقل، إنما الهارد ديسك الأساسي داخلي مش متنقل أو ثابت. بيتقاس المقاس بتاع الرام بالبايت، وكذلك مساحة أو حجم القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك برضه بيتقاس بالبايت. وهنشوف في الفيديو اللي بنتكلم فيه عن الأحجام إزاي بنقدر نقيسها. هنتكلم مع بعض عن البورتات أو المداخل اللي الكمبيوتر بقدر أوصل فيه البريفرالز أو الأجهزة الخارجية أو الملحقة، زي إدخال الصوت بيكون في كابل صوت بيدخل فيه البورت بتاع الصوت، كذلك بورت الشبكة واليو اس بي والفاير واير
و HDMI و PS2 وغيره من المداخل. هنتكلم بشكل أساسي عن USB واختصار Universal Serial Bus أو ناقل المتسلسل العام. USB بستخدمه لتوصيل أجهزة كتير جدا زي السكانر والطبعة. طب السكانر إدخال والطبعة إخراج، إذا البورت ده يعتبر إدخال وإخراج في نفس الوقت، أو المدخل ده يدخل بيانات ويخرج بيانات في نفس الوقت. عندي مدخل آخر اسمه High Definition Multimedia Interface واختصاره HDMI، وكان بيستبدل طبعا وصلات الأوديو والفيديو اللي كنا بنوصل بيها الريسيفر مثلا بالتلفزيون. مدخل HDMI استبدل الكابل ده، إذا هو بيستخدم لنقل الميديا اللي هي الصوت والصورة بشكل أسرع. طبعا بيكون موجود في الأجهزة اللي بتعامل أو بتعالج الفيديو، زي بيكون واصلة للشاشة على سبيل المثال وربطها بالريسيفر، أو شاشة الكمبيوتر وربطها بالبروجيكتور وغيره. دوكينج ستيشن، في قطعة مهمة اسمها محطة الإرساء، ودي زي مشترك كده في اللابتوب، إذا مفيش فيه مداخل كتير بورتات كتير بشبكها فيه زي مشترك وتوفر لي العديد من المخارج أو البورتس في اللابتوب. هنتكلم عن السوفت وير بعد ما خلصنا الهاردوير. السوفت وير تعريفه is a collection of instructions، مجموعة من التعليمات which makes the computer work، اللي بتخلي الكمبيوتر يعمل. انا عندي اشهر او الاساس السوفت وير الاساسي هنا هو السيستم سوفت وير او الاوبريتنج سيستمز او انظمه التشغيل. من اشهر انظمه التشغيل هو الابل، لينكس، ويندوز، اي او اس لاستخدامه في الايفون، اندرويد لاستخدامه في موبايلات اخرى، واوبنتو. كل اوبريتنج سيستم من ده او كل نظام تشغيل كمان بيكون داخله اصدارات، يعني ويندوز على سبيل المثال في ويندوز اكس بي، ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، وكل اصدار من انظمه التشغيل بيتم تطويره باستمرار وبياخد فيرجن او نسخه، ولازم نطور او نحدث انظمه التشغيل لسببين: لعمل توافق مع الاجهزه الحديثه، وسد الثغرات الامنيه. كلما كان نظام التشغيل احدث كلما كان افضل. في نوع تاني من السوفت وير او تقسيمه اخرى زي ما قلنا الابليكيشنز. الابليكيشنز هي التطبيقات، كل تطبيق بيعمل مهمه محدده. يعني عندي اوفيس برودكتيفيتي ابلكيشنز، برامج انتاجيه الاوفيس زي الوورد والاكسل وباوربوينت واكسس، مجموعه برامج. كل برنامج من دول بيقوم بمهمه محدده وسوفت وير اساسي، لكن بيتثبت بعد الويندوز. الويندوز يشغل الجهاز بشكل اساسي، الابلكيشنز او التطبيقات تقوم بمهمه محدده. لازم يكون الويندوز سليم وشغال عشان اقدر اثبت عليه ابلكيشنز او تطبيقات. في انواع من التطبيقات زي التطبيقات اللي بتستخدم في الاتصالات كوميونيكيشن زي واتساب، سكايب، فايبر. في السوشيال نتوركينج، برامج بتستخدم زي لينكد ان وفيسبوك وتويتر وانستجرام غيره من الابلكيشنز. وفي ابلكيشن بنستخدمها في الديزاين زي برنامج جيمب وفوتوشوب واوتوكاد وغيره من البرامج اللي بتبقى تحت فئة الديزاين. موبايل ابلكيشن، التطبيقات بقى اللي بتنزل للموبايل، بعرف منها مثلا رقم المتصل، برامج الطقس وغيره، مصممة من أجل الموبايل. لازم أعرف إن السوفت وير أو الأبليكيشنز دي ممكن تنزل بشكل محلي على الجهاز بتاعي، أو تكون على سيرفر بتكون افيلابل أونلاين، ما بتكونش على الجهاز بتاعي، بتكون ويب بيزد أبليكيشن. برامج بتعتمد على الويب مش بتعتمد على جهازي. ممكن أكتب ورقة ببرنامج الوورد لكن ما عنديش برنامج الوورد على جهازي. إني أشتغل في خد أو أشترك في خدمة الحوسبة السحابية، اخش على الدرايف او الون نوت الخاص بشركة مايكروسوفت، اعمل اكاونت وحساب، افتح اونلاين برنامج الوورد، واخزن الورق اللي بنتجه او الملفات اللي بنتجها على حسابي على السحابة. هنتكلم عن التراخيص بتاعة السوفت وير. عشان استخدم برنامج لازم اكون شاريه او متفق مع المنتج او في تعاقد بيننا. End User License Agreement اختصار EULA، اللي هي اتفاقية ترخيص المستخدم. لابد ان المستخدم يكون فيه اتفاقية قانونية بينه وبين منتج البرنامج، وده اللي بيسمح لي بشكل اساسي اني اشغل البرنامج. وبيقول لي لازم المستخدم يكون متأكد ان السوفت وير اللي بيشتغل بيه مرخص قبل ما يستخدمه. ثقافة احترام حقوق النسخ او حقوق النشر
أو الملكية الفكرية زي ما بنقول. عندي أنواع من البرامج بروبريتاري، بروبريتاري يعني بروبريتاري اللي هو مملوك، يعني برنامج مدفوع الأجر. على سبيل المثال لو جيت على أي برنامج واخترت من قائمة Help About أو قائمة مساعدة حول البرنامج، بيبين لي البرنامج ده الاتفاقية بتاعته. هنا على سبيل المثال بيقول لي تحذير، هذا البرنامج محمي بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بحقوق النشر، إن أي نسخ أو توزيع غير مصرح به لهذا البرنامج أو لأي جزء منه قد ينتج عنه جزاءات مدنية وجنائية إلى أقصى حد يسمح به القانون. بيعرفني إن البرنامج ده مملوك، أنا بشتريه، بشتري استخدامه فقط، يعني حتى لو اشتريته مش من حقي إني أبيعه أو أعيد تصنيعه أو أعدله. وحتى كمان لما بشتري ترخيص للبرنامج بيسألني هل هو ترخيص عشان يتثبت على وان بي سي، على جهاز واحد يعني، ولا على مجموعة أجهزة. ممكن الترخيص يسمح لي تثبيته على جهاز واحد، أو ترخيص يسمح لي بتثبيته على مجموعة من الأجهزة. في نوع تاني من التراخيص بيكون فري، يعني البرنامج نفسه الرخصة بتاعته مكتوب هنا فري، برنامج نازل أنا أستخدمه. إذا فري يعني بستخدمه لكن ما بملكوش، ولا أعدله ولا أعيد تصنيعه ولا أبيعه. فري يعني المهم بستخدمه من غير ما أدفع فلوس، إنما بيظل حقوق النسخ ملك لصاحبه، أنا بس دوري إن أنا أستخدمه. في نوع تاني من البرامج بيكون اسمه open source أو مفتوح المصدر. على سبيل المثال جوجل كروم الابليكيشن الترخيص بتاعه تحت هنا بيقول لي هنا open source project، البرنامج ده مفتوح المصدر، أنا من حقي أحمله وأستخدمه وأعيد تصنيعه وأعيد إنتاجه وأتعرف على الكود المصدري اللي اتعمل به البرنامج. إذا open source اللي هي كامل الحرية في التعامل معاه، وكمان أطلع على المصدر او الكود اللي اتعمل بيه البرنامج، وده اوبن سورس. عندي كمان نوع من التراخيص اللي هو شير وير، او بنسميه ترايل فيرجن في بعض الانواع، يعني في الاثنين تجريبي، ترايل تجريبي والشير وير برضو تجريبي. لو شفت برنامج اي دي ام قبل ما اثبت البرنامج بي 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 لازم يفرض عليا قراءة الاتفاقية والموافقة عليها. اذا اي برنامج متثبت على جهازي من المفترض ان انا قرأت الاتفاقية ومضيتها واتفقت عليها عشان يسمح لي بالتثبيت، وبتعرف هل بقى البرنامج ده مدفوع ولا فري ولا شير وير وغيره او اوبن سورس. هنا بلاحظ ان بيقول لي ان الترخيص او اللايسنس اللي استخدم البرنامج ده تجربة ترايل فيرجن فور ان ليجل نون كوميركال، بيقول لي برضو الاستخدام الشخصي مش لاستخدام الشركات، ومعنى ترايل فيرجن هجربه لمدة 30 يوم وبعد كده هبقى مطالب بالدفع او اشتري او اشيل البرنامج ده، يا اما ادفع يا اما ازيله من البرنامج. ده الترايل فيرجن. الفري الشير وير نفس الفكرة، لكن بيديني البرنامج متعطل منه اجزاء، جزء شغال وجزء مش شغال، بحيث اجرب ولو عجبني وحبيت افعل بقية الاجزاء بشتري النسخة او اشيلها من جهازي. هنتكلم على حاجة اسمها فايلز أو الملفات داخل الكمبيوتر، واحنا قلنا السوفت وير بينقسم إلى اوبريتنج سيستم، فايلز، وكمان ابلكيشن سوفت وير. آخر تقسيمة هنتكلم عنها هي فايلز أو الملفات. الملف داخل الكمبيوتر ده مجموعة من البيانات بيتم تخزينها على جهاز الكمبيوتر بصيغة معينة، بغض النظر عن نظام التشغيل بتاعي، ممكن يكون ويندوز، ممكن يكون ماك او اس، ممكن يكون لينكس. كل أنظمة التشغيل بتحتوي بالتأكيد على ملفات. الملفات قد تكون نوعها صوتية أو تكون فيديو على سبيل المثال، أو تكست وغيره من الملفات. بنظمها إن أنا بحطها جوه مجلد، المجلد ده لازم يكون ليه اسم، الاسم معبر عن ما يحتويه من ملفات لأنه حاوية للملفات. الملف نفسه لازم يكون ليه اسم، الاسم ده بينقسم لشقين، اسم الملف وبعدين حاجة اسمها اكستنشن أو امتداد الملف. امتداد الملف هو اللي على أساسه نظام التشغيل بيحدد البرنامج الأنسب للتعامل مع الصيغة دي أو الملف دوت. والصيغ أو الأنواع كتير جدا، لكن بشكل مبسط يعني في MP3 ملف أوديو بيكون مضغوط وبيكون حجمه قليل وجودته أقل شوية بيصلح للإنترنت، أما الويف
ده ملف صوتي بيكون حجمه كبير جدا ونقاوته عالية جدا وبيصلح للتعامل لوكالي أو داخل الجهاز بتاعي. إذا الامتدادات العديدة كل امتداد بيوفر بيختلف عن الآخر في الحجم وفي الجودة. خلصنا الفيديو اللي بيتكلم عن أساسيات الكمبيوتر. بعد الفيديو اللي بيتكلم عن لوحة المفاتيح نشترك في القناة نتابع سلسلة شرح كمبيوتر Essentials عشان نقدر نحصل على شهادة ICDL Teacher.